صاحبتي ازيك انت يا صاحبتي؟ عاملة ايه؟ كيفة؟ عايزين نفكر اصحابنا بحاجة مهمة جدا. نفكرهم بايه؟ دوس اشتراك، تفعلوا الجرس ايوه ودوس اشتراك. برافو عليكي. ايه ده، احنا رايحين فين؟ رايحين على المدرسة. دي حاجة صاحبتي بصي، بتاعت المدرسة حلوة خالص. اه ده ختم، ده ختم، ده بنعمل بيه اشكال حلوة. وايه الحاجات الحلوة دي كلها؟ دي حاجة بنوتة والكراريس بتاعتك. بصوا اللي لابسين. الكراريس بتاعتك ايه دي؟ مين دول؟ ايه دول؟ دول الاميرات. واللي جنبهم ايه دي؟ فروزن. عارفة دي ايه دي؟ دي ايه دي؟ دي اسمها مش عارفة دي ايه دي. دول الاميرات التلاتة، وجنبها فروزن والدعسوكة. بصوا الله، وديزني. دي حلوة قوي. الكات دي مكتوب عليها I am cat، جميلة خالص. وبتاعت مين الإزازة دي؟ دي على شكل كيتي، تحطي فيها المية بتاعتك. دي حلوة خالص. وده بقى السمغ يا أصحابي اللي بنلزق بيه، وده التيكت، التيكت اللي بنحطه ده جميل خالص برضو. ده على شكل ايه بقى يا صاحبتي؟ قولي لنا. قولي لنا ايه. ودي كات، ودي برضو اميرات، وفيهم برضو فروزين بس احنا مش شايفينها. والقلم الرصاص بتاعك حلوة قوي. القلم الرصاص بتاعك بينك. ايوه بس في واحدة، وريني جبتي ايه تاني. ده جديد. الله، والوان بس كتير قوي بس مع بعضها. لسه تبريش. مش مشكلة، ما احنا هنبريق. فين بقى البراية بتاعتنا الجميلة؟ الله، دي كيتي برضو. دي كل حاجتك كيتي كيتي كيتي، كل حاجتك كيتي ليه؟ الشنطة اللي نحط فيها الكتب ونروح بيها السكول، دي جميلة خالص الشنطة دي. وايه كمان المسطرة عليها ايه؟ برضو بتاعت البنات. طب كده احنا هنزعل مننا بقى الولاد، نعمل لهم فيديو تاني لوحدهم. ماشي. وايه ده كمان؟ استيكة. الله، دي جميلة قوي الاستيكة دي. خبلت في استيكة هنا كمان. في استيكة جوه الاقلام دي برضه لونها ريد. في الاستيكة دي حلوة عشان مرسوم، مرسوم عليها حاجات جميلة بتاعت البنات برضو. اميرات. ايوه سمعتك، البراية جميلة. وايه دي؟ دي بقى برضو بتاع البنات، برضو بتاع البنات وبينك. دي كل حاجتك كده بتاعت بنات وبينك، جميلة خالص. في واحد. بصي دي بقى بنعمل فيها ايه؟ بنفتح السوستة وبنحط فيها الأقلام، ونحط فيها الأستيكة والبراية، ونحافظ على حاجتنا. ماشي ماشي. عرفتوا عشان أصحابك يسمعوكي. ماشي. ده ايه ده؟ الألوان. يلا قولنا بقى الألوان دي لونها ايه؟ قولي كده. أخضر. برافو. جنبه بيربل، وجنبه بني، وجنبه أورانج، وأحمر، وأخضر، واصفر. في السوري ده في الوان كتير قوي. في اخضر فاتح، وفي اخضر غامق، وفي لبني. ده حلو خالص الالوان دي، هنلون بيها بقى كل شويه. صح. بس انا عجباني خالص حاجتي المدرسه بتاعتك دي. انا نفسي اجرب اطبع. نفسي تيجي نجرب نطبع على كشكول من دول. تعالي يلا افتحي كده عشان نجرب هنا بالراحه. واو. يلا افتحي ودوسي جامد بقى. دوسي. عملت ايموشن حلو خالص. بوسه ليكوا بقى يا اصحابي. لا، صاحبتكوا عملت بوسه ليكوا، والبوسه دي كمان قلب كمان، حلوه جدا. اطبع حبه كمان. اعملي واحده كمان كده عشان اصحابنا يشوفوها تاني. جميله خالص، جميله جدا. ايه ده؟ هتظهر مني؟ لا، ما احنا بقى هنجيب كراس تاني للميس، ما تكونش مكتوب عليها حاجات بقى. ايه رايكم بقى يا صحابنا في حاجه المدرسه بتاعت صاحبتي؟ لازم نقفلها وريهم بس كده عشان يشوفوها. هي دي اللي احنا عملنا بيها الايموشن. وريها لكم يا اصحاب عشان شكلها حلو. هاتوا بقى منها الاشكال كلها، واحنا هنبقى نجيب منها الاشكال كلها عشانكم. فيها اشلاء، ما هي كلها اشكال بقى ايموشن. قولي لنا ايه اللي على الشنطه بتاعتك دي؟ والاميرات برضو. وفيها سوست، وفيها حاجات جميله خالص شنطتك. ودي بنحط فيها ازازه الميه بتاعتنا، حلوه جدا. بتعمل صوت. خدامي ايه دي اللي بتعمل صوت؟ لا، ده عشان فيها سفنج بس للظهر. حاجتي المسا بتاعتك حلوه. مسطره، دي حلوه خالص. في
في مسطرة مع وفي مسطرة برضو مع الأقلام التانية دي. يبقى بقى ايه نذاكر؟ ماشي، جبنا الحاجات الحلوة دي كلها، يبقى نذاكر. ماشي يا صاحبتي، عايزين نقول ايه لأصحابنا بقى؟ الأول قولهم أنا بحبكوا خالص، بحبكوا خالص بصوت أعلى، بحبكوا خالص بصوت أعلى، بحبكوا خالص أعلى بحبكوا خالص. واعملوا لنا ايه بقى بصوت عالي برضو؟ اعملوا اشتراك سبسكرايب وسبسكرايب، واعملي كده، اعملي كده لايك 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 يا أصحابي. قول لهم باي باي، بصوا قول لهم باي 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 باي، اعملي كده من هنا عشان يشوفوكي. باي باي يا أصحابنا.